مائلات هذول يعني إنه هذا العدد مركب، وهذول اثنين عوامله، الثلاث والثمانية. اتفقنا إنه الثلاث عبارة عن عدد أولي بنزله كما هو، أما الثمانية هي حاصل ضرب اثنين في أربعة. الاثنين أولي، الأربعة تحلل إلى اثنين في اثنين. الاثنين أولي والاثنين أولي، هون ما بكتب إلا الأعداد الأولية، مش هيك كان الشرط؟ جميعها تكون أولية، هيك حكى للشرط. نستمر في التحليل حتى تصبح جميع الأعداد أولية. هاي ظليت أحلل لما صار عندي الاثنين أولي، والاثنين هاي أولي، والاثنين هاي أولي، والثلاث أولي. أرتب الأعداد الأولية من الأصغر إلى الأكبر، اثنين اثنين اثنين، هذول كلياتهم نفس الإشي، وأكبر إشي هي الثلاث كناتج ضرب. كناتج ضرب يعني كل رقم تضربه بالرقم الثاني. بيجي طالب بحكي لي مس أنا ما بدي أختار الثمانية في ثلاث، أنا بدي أختار الاثنين في 12. نكتب زي ما حكالي الخطوات، نكتب 24 في أعلى الشجرة، بعدين هي حاصل ضرب 2 في 12. طيب الاثنين في 12، اثنين مركب ولا أولي؟ عبارة عن عدد مركب أولي، نزله نزله في خط عمودي حتى ما أنساه يا رابع، ظلله ظلله بلون مميز، بلون مميز، إنه هذا العدد أولي. الاثناش عبارة عن عددين، حاصل ضرب عددين. مين يعطيني الاثناش؟ ممتاز، هي عبارة عن 3 في 4. الثلاث هل هي عدد أولي أم مركب؟ بين من السهم، بما أن السهم عمودي إذا هذا العدد 3 عبارة عن عدد أولي. الأربعة مركب، ممتاز، إذا الأربعة مركب، هي حاصل ضرب 2 في 2، والاثنين في اثنين أعداد مالها أولية، 2 في 2. شو حكالي؟ استمري في التحليل لما يصير عندك كل الأعداد أولية، هي كل الأعداد أولية. يلا اكتبيها كحاصل ضرب من الأصغر إلى الأكبر، بالأول أنزلها كلها بعدين أرتبها، 2 في 2 في 3 في 2، بنزل بس المضللات، بنزل بس 2 و2 و3 و2، رتبها. إذا 24 تحليلها 2 في 2 في 2، وآخر إشي العدد الكبير اللي هو 3. حتى لو يا خامس يا رابع اخترت 6 في 4 راح يطلع معك نفس التحليل، لأنه لاحظ إنه 2 في 2 في 2 في 3 هيها 2 في 2 في 2 في 3. خلينا ناخذ تحقق من فهمي صفحة 96 وحلل العدد 36 إلى عوامله الأولية. يلا نكتب 36 هي حاصل ضرب إيش يا رابع؟ هي حاصل ضرب مثلا 6 في 6 أو 3 في 12، كمان 9 في 4. اختار أحد العوامل التالية اللي أنت حاسها هي سهلة. أنا بدي أختار 36 عبارة عن 6 في 6، إذا في أعلى الشجرة بكتب 36. إذا نحلل 36، هي عبارة عن عددين مضروبات ببعض اللي هي 6 بستة. هل 6 أولي أم مركب؟ مركب، حاصل ضرب مين في مين؟ 3 في 2، 3 في 2. إذا الثلاث عدد أولي، الاثنين أولي، الثلاث أولي، الاثنين أولي. يلا نكتبهم.